تدفق في البطحاء بعد تبحطل، وقعقع في البيداء غير مزركل، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت، ولا يا عم انت بتعرفوا على ايه؟ عمال يا هفلط باي كلام. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبس، ده نفضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد ان سمعتموني ايها الساده، الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللندي. مرة أخرى. اللمبي، اللمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا حاسس. أشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سالفة من حبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص. دخل دخل فزال فزال، انتوا تسنحوا نفسكم اللي يحصل كده معاكم. اخش عليكم ادعكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حلوانات؟ هل انتم هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟ لا طبعا. لا انتوا انسان. انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيس. فلاحين انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسألكم سؤال. افرض ان الظروف ما سنحتش انه اللمبي يبقى الزعيم بتاعكم. بلاش دي. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ قولي انت كنت هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا اقول لكم انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه. لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض. اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق. كلامك حلو. يا سلام يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسته ايه؟ فلقسته ايه؟ فلقسوف يا جاهل، ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللاتو والعجن دي كلاتو. احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ لمبي؟ لا 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 لا، حكايه المشانق دي جات لينا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني قلنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك، عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما يرضى بالهدي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ومن الراجل ده؟ ده العمده. بتشغل ايه؟ عمده بلدنا.
ناخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. وان يا حقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت. ايوه. اني اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه ايوه انا زعيم بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد الفرحه حلوه. ايوه ادعوا العيم ده ادعوا له. يخرب بيت ابوه. كمان ادعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام شايف محبه الناس يا عمده. ايوه يا شيخنا هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يديمها عليك نعم يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. واحنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 Thank you.
شايفة الناس مبسوطة قد إيه؟ بينك الناس بتغرق يا سيدي. إيه؟ بيغرقوا ولا إيه؟ لا والنبي. قفل 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 يا نهار اسود. معلش يا رجالة، كل ثورة ونيابة حياة. الفتحة على إخواتكم، الفتحة. كفاية يا لبي. الواد ده اكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الانجليز غير المجانين؟ بس الواد ده هني خايف لا يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عم ده طلع زعيم بحق وحقيقي، هاني اقول لك احنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار، والانجليز اكيد مش هيسكتوا. نقف احنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدي الحكيم. امال ايه يا ولد؟ هو عمدتنا دي اي عمدي؟ ده عمدة مطرح ما ترشي دقيلي. وانا هدقيلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا يلا بينا. يلا ورا ولا نفخنا. صوتنا منين؟ من نفخنا. ايوه انا ما حدش ذوقكم على غلط. انتوا مش عايزين تعملوه؟ لا ايوه، لان احنا خلاص النهارده يوم الاستقلال. ايوه النهارده يوم الجلال. ايوه كفايه بقى، مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير. ايوه الحقوها قبل ما يروح الفطير. ايوه وتحيا يا ناس. تحيا يا مصر. تحيا يا ناس. تحيا يا مصر. تحيا يا مصر. تحيا يا مصر. نموت نموت ويحيى عندنا. نموت نموت ويحيى عندنا. وهيسا هيسا هيسا عندنا. هيسا هيسا. المحروسة، لقد جمعتكم هنا اليوم لأقف على أعتابكم وأذكركم بسبعة آلاف حضارة ورا. وشكلنا هنفضل على طول عمرنا ورا. وأنا بصراحة مش شايف في حاجة تانية جاية. لذلك جمعتكم هنا أيها الشعب من أجل أن أقول لكم يجب أن نحصل على الحرية الأمن والأمان. يعني إيش؟ حرية حلاوة طحنية. مقصود كلامي إن دونت ميكس طعمية على بتنجان، عشان ده بيعمل حنوضة، والحنوضة مش كويسة لأنك أنت بتبقى طريف ساعتها، فيبقى إيد وضع.
وانا النهارده جاي اكشف لكم عن الحنوضه اللي انتم مش عارفينها. البلد كلها عندها حنوضه. واحكي لكم قصه قتل الامير قمر الدين خشاب. كل سنه وانتم طيبين. لمبي اسكتي يا ايتها الشنطاء. عاش السلطان لمبي. اسكتي ولا تتفرخفخي بالكلمه. ايها الشعب، لقد طعنه طربال التي استكردته الملكه، ها، وقالت له ان يقتل قمر الدين كل سنه وهو طيب، فقد طعنه طعنه ويا لها من طعنه، ثم طعنه طعنه اخرى ويا ويلها ويا ويحها من طعنه غادره، فقد لفه وطعنه طعنه في البوبوب. وما ادراكم ما طعنه البوبوب؟ انها طعنه مؤلمه تاتي بالبواسير، وانزلت منه الناسور في ان واحد. يا ويحي يا ويحي، هل هذا يعقل؟ لا، هيا بنا ائتوني بقاتل البواسير. لا انا ما قتلتش حد. الليمبي هو اللي قتل طبعا في الحكم، وديكوا شايفين المساله مساله واضحه وضوح الشمس. قتل الامير قمر الدين علشان يمشي في جنازته وياخد مكانه الحكم. اقتلوا اللمبي الخان. اقتلوا اللمبي الخان. اقتلوا اللمبي. لا والله ما كدبوا، صدقوش ده كذاب. والمصحف ده كذاب انت. والله ما ده كذاب، ما صدقوش يا جماعه. انا غلبان، انا مش من هنا يا جماعه. والنبي انا من القلعه وسيده زينب. بعمل طعميه وفول وبتنجان مخلل وفلفل من هو المقلي ده. عارفين اللي بيجيب النصور برضه. الله يخرب بيتك يا لمبي، بوظت التاريخ. ربنا يديك منك يا عم هريسه، انت السبب. الله يخرب بيتك على خرب بيت الكلب. ايه انت هتعمل لنا فيها مجنون؟ مجنون ايه يا عم؟ هو اللي مجنون ولا هو اللي قتل ولا لا؟ وحياه ابوك اللي تقولي. صدقوا اللمبي، صدقوا اللمبي. شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. شجره الرز هي اللي دبرت كل ده. ايه جاري ده؟ اخيرا ظهر الحق. عاش الامير لمبي. عاش الامير لمبي. عاش الامير لمبي. ودوه على القبر هناك. دخلت من هنا في الشرق. اضربيها بالمبقاب، حطوه في الثلاجه. عاش الامير لمبي. انت فين يا زينات؟ انت فين يا لمبي؟ ايوه انا هنا يا حمامه. انت فين يا زينات؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ انا هو يا حمامه. انت فين يا لمبي؟ انا هنا يا حمامه. انت فين؟ اهو يا حبيبي. فين زينات؟ فين؟ زينات. انا هنا يا حنانه. هي وحلاوتها هي. امال فين فين لمبي؟ ما انا اهو، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ انت فين يا لمبي؟ انا اهو يا حنانه. بقول لك ايه يا لمبي؟ ايه؟ خلي بالك التتار جايين. التتار جايين. حاضر. التتار جايين يا لمبي. حاضر حاضر حاضر. خلي بالك يا لمبي. حاضر، ما هخلي بالي خلاص. قولي له يا زينات. يا عم التتار جايين يا لمبي. يا عم انا خلاص عرفت يا عم ده. الحرب يا عم. الحرب يا زينات. يا عم عرفت يا عم. على الطلاب الثلاثة عرفت. التتار. الله يخرب بيتهم التتار عليهم. التتار جايين يا لمبي. هو يا اخي ما قلت لك خلاص بقى. ده انت سعيد قوي زعلت الكلاب ليه كده؟ التتار يا لمبي. كفاية يا لمبي. قول لهم. بس خلاص انا هقولهم. تعال تعال تعال. التتار جايين يا لمبي. استنى بقى يخرب بيت ام التتار على اليوم اللي جبتك فيه. يلا قول. يا ده حبيبي. يا عم انزل وضعها ناقصه خانقه. هتقول لي اوه خلاص. الله. يا شعب مصر المحبوسه، احب اقدم لكم الاميره بتاعتكم الجديده اللي هتجلس على العرش، والمتحدثه عن الدايره بتاعتكم، دايرة السيدة زينب رمز الهلال، الحاجة زينب علوي. عاشت الأميرة إسماعيل. عاشت الأميرة زينب علوي. عاشت الأميرة إسماعيل. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. يحيى الأميرة زينب. عاشت الأميرة للطبقة الكدحة. عاشت الأميرة. الحرب الحرب يا لمبي. يا عم اقعد بقى، اقتلوه يا جدعان الراجل ده. والمصحف هو ده اللي شغل مع البلاد. يا ده قول لهم بقى حاجه بقى. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ قول لهم بقى، ما انت الاميره هتقعدي بقى. لا في حرب فجأة. في حرب فجأة؟ ازاي يعني؟ ما لازم تحكمي. خش عليهم على طول. اللي في حرب فجأة. لا قول انت. قول لهم انت كلمتين. قول لهم كلمتين. قدمني قدمني. الاميرة زينات علوي عايزة تلقي خطبة حماسية عن اهل دايرتها. اتفضلي قولي. تقدموا إلى الجهاد، إلى السنديدات.
اطلع اقعدي فوق يلا سندباد ايه احنا ايه فاتحين كارت الاسبستون ليمبي نعم امين ليمبي عم هريسه ليمبي حبيبي عم هريسه التتار على الابواب يا عم ما انت هتخنق انت كمان طيب بس انا حاسس بضعف طيب. ايوه ضعف ومعنى كده اني اجلي ايوه قرب يقترب يا الف بركه تعالى بقى خدني من المكان الحر ده تعالى عاوز اموت في القصر تعالى حموتك موت عسل تعالى عاوز اموت في اي حته ده تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر يحيى شهيد تحيا شهيد عاشت مصر حره مش احنا يلا يلا يا عم يلا احنا شويه يا بنت يلا بقى كانت سايله قوي الله ايه بنت الغلاسه اللي بتبنيها دي لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا